الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أبواب الكرم والإنفاق، ثم ذكر باب النهي عن البخل والشح، ثم ذكر باب الإيثار والمواساة، ذكر باب التنافس في أمور الآخرة، وذلك لأن الأصل في أمور الآخرة التنافس والمبادرة والمسارعة والمسابقة، وليس الأصل فيها الإيثار، كما مر علينا التفصيل أن أمور القربات لا إيثار فيها إلا إذا وجدت مصلحة راجحة أو مصلحة محضة، أما إذا لم يكن هناك مصلحة فإن الأصل عدم الإيثار في القربات. والقربات قلنا إما تكون واجبة وإما تكون مستحبة، أما الواجبة فلا إيثار فيها، كما مر التفصيل في ذلك، كالرجل الذي ليس عنده إلا ماء له والآخر ليس له معه ماء، فإما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، فإنه يقدم الماء الذي عنده لنفسه ولا يؤثر به في مثل هذا الواجب. أما في الأمور المستحبة فإن الأصل فيها عدم الإيثار إلا إذا وجدت مصلحة راجحة ومحضة. فهذا هو الأصل في القربات، التنافس والتسابق، كما أمر الله سبحانه وتعالى: سارعوا سابقوا سبقوا الخيرات. كل هذا حظ من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن يبادروا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. كل هذه الآيات والأحاديث تحثنا على المبادرة والمسارعة، وذلك لأن المرء عمله هو حياته، فإذا ضاعت هذه الحياة ضاع العمل، فلا بد من المبادرة في الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا يعلم متى يحين عليه الأجل ويفجأه الموت، فيبادر بالأعمال الصالحة ويتسابق في ذلك ويتنافس. والمراد بالتنافس في أعمال الخير هو المسابقة والمسارعة، وليس معناها التحاسد والتباغض. ولذلك بعض الناس قد يفهم من هذا التنافس أن يجعل هذا التنافس في الخيرات تباغض وتحاسد وحقد، وهذا لا شك أنه من أمور الشيطان. الأصل التنافس، ولكن هذا التنافس هو المبادرة بالأعمال، المسابقة، كما فعل عمر رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق، قال: اليوم أغلب أبا بكر، وجاء بنصف ماله، يعني تصدق بنصف ماله، يقول: اليوم أغلب أبو بكر. والمراد من قول عمر رضي الله عنه هو التنافس في الخير، ليس معناه التحاسد والتباغض، وإنما هو المنافسة في الخيرات. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فقال عمر: والله لا أسابقك بعد هذه. فهذا هو المراد بالمنافسة والمسابقة في أعمال الخير. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعد أن ذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنة، قال: وفي ذلك، يعني في هذا النعيم، نعيم جنات النعيم، يتنافس المتنافسون بالأعمال الصالحة والمبادرة والمسابقة. وكما قال سبحانه وتعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فإذن المراد بالتنافس هو التسابق والمسارعة. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن نعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. وهذا الحديث فيه عدم الإيثار في القربات والطاعات والفضائل والبركات،
فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وجاء في الروايات أنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعن يساره الأشياخ يعني الكبار، وقيل أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام الذي عن يمينه وهو ابن عباس رضي الله عنه، لأن الأصل أن يعطي اليمين، فاستأذنه من أجل أن يعطي الأشياخ الذين عن اليسار لأنهم أولى من ناحية السن ومن ناحية العلم. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من طيب أخلاقه ومحاسن أدابه صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه فلم يأذن الغلام. وهنا فوائد: أولها أن الشفاعة أو الاستئذان لا يلزم منه القبول، لا يلزم منه قبول من استأذنت منه أو تشفعت عنده، وليس في هذا غضاضة، فالنبي هو الذي استأذن الغلام والغلام لم يأذن ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن عباس رضي الله عنهما علل في رفضه أو عدم قبوله أن يؤثر الأشياخ عليه، فقال رضي الله عنه أرضاه، قال: لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، لأن الفضل هنا متعلق بماذا؟ بأنه سيشرب من فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريق مبارك يتبرك به، فما أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن تفوته هذه الفضيلة، فلم يؤثر لا أبا بكر ولا غيره، وإنما أخذ الفضل وشربه رضي الله عنه وأرضاه. فيستفاد من هذا أنه لا إثارة في أمور الآخرة، وإنما الإثار يكون في أمور الدنيا إلا لمصلحة كما ذكرنا. وأيضا يستفاد من هذا الحديث وفائده كثيرة أنه في الصف يقدم اليمين وإن كان أصغر وإن كان أقل منزلة، فاليمين يقدم، وإن كان الذي على اليسار أولى من ناحية العلم والسن وغير ذلك من التي ملورة يقدم فيها. أما في المقابلة فإنه يقدم الأكبر، يقدم الأكبر مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عندما رأى الرؤيا وجاءه رجل وأراد أن يعطيه السواك فقال: كبر كبر، يعني أعط الكبير. وأيضا عندما أراد رجل أن يتكلم فقال له: كبر كبر، يتكلم الكبير. فإذا عند المقابلة مثلا عند دخول المكان، عند تقديم الرجل في الدخول، فإنه يقدم الأكبر. أما من ناحية الصف فإنه يقدم الأيمن فالأيمن، هذا هو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفهم بعض الناس أن اليمين يقدم مطلقا، وإنما يقدم إذا كان في الصف. أما إذا كان في المقابلة أو في التقديم في الدخول أو في الخروج فإنه يقدم الكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. آخر حديث في هذا الباب قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن ما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أن أيوب عليه الصلاة والسلام، والقصة ذكرها غير البخاري مطولة، قد أصابه ما أصابه من المرض الجلدي مما استقدره الناس وابتعدوا عنه، حتى جاء في القصة أن كل الناس ابتعدوا عنه إلا رجلين وهما أخواه، فتركه الناس ابتعدوا عنه حتى حصل له ما حصل وصبر على الأذى 13 سنة. وفي أثناء هذا البلاء ذهب يغتسل بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان يغتسل عريانا، وهذا فيه جواز الاغتسال عريانا لمن أمن عدم النظر إلى عورته، فخر عليه كرامة من الله له جراد من ذهب، يعني ذهب على
هيئة جراد، فجعل أيوب عليه الصلاة والسلام يحثي في ثوبه، يعني يأخذ هذا الذهب ويضعه في ثوبه صلى الله عليه وسلم. فناداه ربه، فناداه ربه، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فناداه ربه سبحانه وتعالى فقال: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى، يعني عن هذا الذهب، ومن ذلك أنه عافاه مما ابتلاه به. وهذا ليس عتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزل إليه الذهب كرامة منه سبحانه وتعالى لنبيه أيوب عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا سؤال تلطف، وقيل سؤال امتحان، هل يشكر هذه النعمة أو لا يشكر هذه النعمة. فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: بلى وعزتك، يعني أغنيتني بأغلى من هذا وأحسن من هذا، يعني أغلى من المال وأغلى من الذهب، وأعظمها الإيمان والنبوة والعافية. فقال: ولكن لا غنى بي عن بركتك، لا غنى بي عن بركتك. وسبب ذكر المصنف لهذا الحديث أن الإنسان يستكثر مما بارك الله له فيه، فإذا بارك الله لك في المال الحلال فتستكثر منه، كما استكثر أيوب عليه الصلاة والسلام، نزل عليه الذهب فاستكثر منه، قال: لا غنى لي عن بركتك. وفي رواية: لا يشبع من رحمتك، وفي رواية: لا يشبع من فضلك. فأقره الله سبحانه وتعالى على ما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على أنه يستكثر من المال الحلال ومن البركة ومن فضل الله سبحانه وتعالى بما لا يلهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.